وسهلا بكم. البداية من تطورات الصراع في إقليم ناغورني كاراباخ. أفاد مراسل التلفزيون العربي في يريفان أن أرمينيا اعترفت بسيطرة الجيش الأذربيجاني على بلدة كوبادلي قرب حدود كاراباخ مع إيران. وأيضا قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية قالت إن الجيش الأرميني قصف مواقع تابعة للجيش الأذربيجاني، كما استهدف الأحياء السكنية القريبة من خطوط الاشتباك. من جانبه قال الرئيس الأرميني إن أذربيجان وتركيا تدفعان باتجاه التصعيد العسكري. هذا وطالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كلا من أرمينيا وأذربيجان بوقف إطلاق النار في إقليم ناغورني كاراباخ. وفي اتصالين منفصلين مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام عليف، حض بومبيو القادة على الالتزام بتعهداتهما بوقف القتال والسعي لحل الدبلوماسي في الإقليم المتنازع عليه بحسب بيان الخارجية الأمريكية. ونبقى في ملف إقليم ناغورني كاراباخ، حيث رصدت كاميرا التلفزيون العربي القصف المتبادل بين القوات الأذربيجانية والأرمينية على محور ترتر. رغم الإعلان عن هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار، إلا أن القصف المدفعي والصاروخي بين أذربيجان وأرمينيا لم يتوقف على الإطلاق. من بين المناطق التي طالها القصف هذه المنطقة مدينة ترتر، حيث الدمار والخراب يعم أرجاء الأحياء السكنية التي غادرها أهلها وتوجهوا إلى مناطق داخلية أكثر أمنا. سنتوجه الآن إلى الخطوط الأمامية، حيث ما زالت الاشتباكات متواصلة والقصف المدفعي على أشده بين الطرفين منذ الإعلان عن دخول الهدنة حيز التنفيذ. أنا أتواجد الآن في المنطقة الفاصلة بين مدينة ترتر الأذربيجانية ومدينة أغدر التي يسيطر عليها الجيش الأرميني، حيث نسمع بوضوح أصوات القصف المدفعي المتبادل بين الطرفين منذ ساعات الصباح الأولى. إذن على الأرض ليس هناك أي تنفيذ عملي للهدنة التي تم الإعلان عنها بين أذربيجان وأرمينيا، وهذه الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في الساعة 8 صباحا لم تصمد سوى لخمس دقائق فقط. عدنان جار، العربي، من خطوط الاشتباك بين ترتر وأغدرة، أذربيجان. من جهتها أرسلت إيران تعزيزات عسكرية إلى حدودها الشمالية الغربية. وفرح أيضا بدأ معاون وزير الخارجية الإيراني والمبعوث الخاص بشأن كاراباخ عباس عراقجي بدأ جولة يزور خلالها أذربيجان وأرمينيا، إضافة إلى روسيا وتركيا، وذلك ضمن مبادرة إيرانية للتهدئة في الإقليم. هدفه من الضروري تفقد المناطق الحدودية وخاصة سد خدا أفرين وبقية البنى التحتية الموجودة، ونتأكد من توفر الأمن لها، لأنني سأبدأ جولة من أذربيجان ستساعدنا في متابعة الأوضاع السياسية. وينضم إلينا من غوريس صابر أيوب ومن طهران ياسر مسعود. أهلا بكما. نبدأ مع صابر. صابر، تصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية يقول بأن القوات الأرمينية تجد نفسها مضطرة للتراجع أحيانا، ولكن الوضع ليس ميؤوسا منه. كيف تقيم أرمينيا بحساباتها العسكرية الوضع، وماذا يعني الوضع ليس ميؤوسا منه حسب أرمينيا؟
في رأيهم هذا تخطيط عسكري أو يدخل ضمن الاستراتيجية العسكرية الانسحاب ثم بعد ذلك محاصرة القوات المعادية بشكل أو بآخر، لكن هذه المرة يبدو أن القوات الأذربيجانية حققت تقدم استراتيجي في بلدة في هذه المحافظة التي تفصل بين أرمينيا وبين إقليم كاراباخ، وإن اقتربت في قابودلي وإن اقتربت أكثر من معبر لاتشين فستقطع الصلة تماما بين هذه الجبال كما ترين كما هي خلفنا في الصورة وبين إقليم كاراباخ. هذا شريان حياة رئيسي بالنسبة لإقليم كاراباخ، لا يبعد إلا 15 كيلومتر فقط عن التواجد الأذربيجاني الآن، تواجد الجيش الأذربيجاني في المحافظة أو في البلدة التي الاستراتيجية التي سيطر عليها وهي قابودلي. وبالتالي فإن أرمينيا تجد نفسها الآن محاصرة في شكل هلال يطوق به الجيش الأذربيجاني إقليم كاراباخ، والآن وصلت القوات عبر أو قرب الحدود الإيرانية وتوغلت أكثر لتصل إلى هذا الشريان الرئيسي. قبل قليل فقط تم قصف أيضا بلدة تقع على هذا المحور بالذات هنا، ليست لا تبعد كثيرا عن هذه المنطقة التي نتواجد بها، بضع كيلومترات فقط خلف هذه السلسلة الجبلية. سجل عدد من الجرحى بحسب وزارة الدفاع الأرمينية، لم تتوقف تقريبا سيارات الإسعاف على هذا المحور، الكثير منها شاهدناها عشرات سيارات الإسعاف في الحقيقة، هل هي لإسعاف الجرحى ولم يكن عددهم في هذه البلدة التي تم قصفها إلى عدد قليل بالإضافة إلى قتيلين مدنيين، أم أن سيارات الإسعاف تذهب إلى جبهات القتال التي باتت تقترب الآن من الحدود الأرمينية في شكل هلال لتطوق إقليم كاراباخ ولتحاول عزله أو فصله عن أرمينيا، وبالتالي تسهل العمليات العسكرية على القوات الأذربيجانية فيما بعد. حقيقة مأزق حقيقي بالنسبة للقوات الأرمينية لقوات الدفاع عن كاراباخ، وهو ما عبر عنه كاري لافانوف الذي كان الموفد الأمريكي ضمن مجموعة مينسك، من أن الحل الدبلوماسي لإقليم كاراباخ أو الحل السياسي لإقليم للبحث عن حل سياسي في إقليم كاراباخ يتجه نحو نفق مسدود كما عبر عنه في مقال نشره بالفاينانشال تايم، وهو كان يترأس الوفد الأمريكي في مجموعة مينسك بالإضافة إلى أنه سفير أمريكي في عدد من دول منطقة جنوب القوقاز. ينضم إلينا الآن عدنان جان من مدينة غنجة. وعدنان، من مشاهدتك للواقع المشتعل حقيقة قرب ناغوني كاراباخ، أخبرنا كيف تعثر ثالث وقف لإطلاق النار ما بين أذربيجان وأرمينيا، وما هو الوضع الميداني في هذه الساعة؟ نعم فرح، فقط لو بدأت بالتطورات الميدانية، 4 قتلى بالإضافة إلى 14 جريحا هم حصيلة القصف الأرميني الذي طال مدينة بردة التي تبعد نحو 80 كيلومترا من إقليم كاراباخ. إدانة أذربيجانية كبيرة لهذا الهجوم الجديد الذي طال الأحياء السكنية، وهذه المرة في مدينة بردة. قبل قليل كان هناك تصريحات لنائب الرئيس الأذربيجاني للشؤون الخارجية حكمت حجيف الذي قال بأن أرمينيا ترتكب للمرة الثالثة على التوالي جريمة حرب من خلال استهدافها للأحياء السكنية في المدن الأذربيجانية التي تعتبر بعيدة عن خطوط الاشتباك وبعيدة عن إقليم ناغورنو كاراباخ. اليوم كان هناك قصف مدفعي عنيف على عدة محاور أبرزها مدينة ترتر وأيضا مدن جبرائيل وفضولي وغوبادلي التي تمت السيطرة عليها قبل يومين من قبل الجيش الأذربيجاني. هناك اتهامات متبادلة بين الطرفين بخرق الهدنة الثالثة التي جاءت هذه
المرة برعاية أمريكية. ووزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم قالت بأن هي ملتزمة بهذه الهدنة الإنسانية وملتزمة بتبادل جثث الضحايا وتبادل الأسرى مع الجانب الأرميني، لكن أرمينيا هي من خرقت وقف إطلاق النار بعد دخول حيز التنفيذ بخمس دقائق فقط، وبالتالي أذربيجان تقول بأنها ترد على تلك الهجمات وترد على القصف المدفعي الأرميني بقصف مماثل يطال المواقع العسكرية الأرمينية في داخل إقليم ناغورني كاراباخ. قبل قليل هنا في أذربيجان وبالتحديد تصريحات للمتحدث لنائب الرئيس الأذربيجاني حكمة حاجييف طلب فيه مرة أخرى المجتمع الدولي بضرورة الضغط على أرمينيا من أجل دفعها لوقف الهجمات التي تطال المدنيين ودفعها للاستجابة لقرارات مجلس الأمن الدولي والانسحاب من إقليم ناغورنو كاراباخ التي تعتبر بحسب أذربيجان هي أرض تابعة لها وهي محتلة منذ التسعينيات القرن الماضي. وبالتالي حتى هذه اللحظة رغم الوساطات الدولية رغم المساعي الروسية والأمريكية إلا أن الهدنة الثالثة أيضا فشلت وليس هناك أي حديث على الأرض عن وقف لإطلاق النار وسط أو في ظل تصعيد عسكري كبير في الحقيقة زادت حدته على الآونة الأخيرة. وبعد دخول هذا الوقف حيز التنفيذ شهدنا قصفا مدفعيا مكثفا أكثر من الأيام التي كانت قبل الإعلان عن هذا عن هذه الهدنة. سأذهب الآن إلى طهران وأسألك ياسر إذا ما كنا أمام رسالة إيرانية مزدوجة الاتجاهات، يعني ما الذي تريده إيران مثلا من إرسال تعزيزات عسكرية قرب الحدود وأيضا تقديم المبادرة التي يحملها عرقجي إلى كل من يريفان وباكو؟ الواضح من خلال الخطوتين الإيرانيتين هو مدى المخاوف الإيرانية أو القلق من تصاعد هذه الأزمة على حدودها الشمالية الغربية. فبالتالي يأتي الانتشار العسكري الإيراني إن كان على الصعيد البري أو كذلك الجوي الذي يعني يديره مقر خاتم الأنبياء المعني بهذا القطاع. هذا يأتي من جانب بعد سلسلة سقوط القذائف وأيضا صواريخ الهاون على الأراضي الإيرانية، وبالتالي هذا ما يشكل تهديدا لإيران. على الجانب الآخر أيضا المبادرة الإيرانية التي أعلن عنها محمد جواد ظريف تقوم على أساسين، الأول هو وحدة الأراضي الأذربيجانية وأيضا عدم تغيير الحدود الدولية. هذا الموقف الإيراني واضح بأنه أقرب إلى باكو، وبالتالي كما أشار وزير الخارجية الإيرانية بأن المبادرة أو المقترح سيتم طرحها مع موسكو ويرفان خلال زيارة مساعد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي. بالطبع هنا لابد من الإشارة إلى أن الموقف الإيراني هو هذا، يعني منذ اندلاع الأزمة لم يتغير، وأكدت طهران أكثر من مرة على وحدة الأراضي الأذربيجانية، يضاف إلى ذلك عدم تغيير الحدود الدولية. هذا أيضا يؤشر إلى أن القلق الإيراني يزداد من فتح منفذ جديد توتر آخر على حدودها الشمالية الغربية، يضاف إلى ما تعانيه إيران في شرقها وجنوبها في الجغرافيا الإيرانية، ما تعانيه على الصعيد الأمني من أزمات، وبالتالي تسعى إلى حل نهائي أو دائم كما وصفه وزير الخارجية الإيرانية. يضاف أيضا إلى ذلك لا تريد طهران نقل الأزمة إلى الداخل الإيراني، فهناك أقلية أرمنية في هذه المناطق الحدودية، أيضا هناك يعني تواجد للآذريين، وبالتالي ستنتقل الأزمة إلى هذه المناطق. هذا ما يشكل خطر للأمن القومي الإيراني. شكرا جزيلا لك ياسر مسعود من طهران، وشكر موصول أيضا لكل من عدنان جان من مدينة جنجة ولصابر